عايزين نعرض اهداف محمد ياسر واخد راي ضيوفي الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، واحد من العناصر المهمه. كابتن ثابت، تجربه مهمه ان النادي الاهلي بيتيح للاعبيه سواء اعارات في الدوري المحلي المصري او كمان في الاحتراف، ومحمد ياسر ما شاء الله بيمر وشايفين هدف من الاهداف الحلوه ليه في الدوري التشيكي. اتفضل يا كابتن. طبعا يعني ده نتاج طبعا يعني قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، والفكره اللي هي كانت من حوالي يمكن اكتر من سنتين ثلاثه هي اتاحت الفرصه للناشئين ان هم يطلعوا اعارات في الدوريات المختلفه عشان يكتسبوا الخبرات وهم صغيرين ويتاقلموا على طبعا الاحتراف من بدري بدري، وفي نفس الوقت يبقوا عناصر مميزه يقدر النادي الاهلي يستعين بهم في اي وقت. محمد ياسر على وجه الخصوص ده بقى له معزه عندي، لان هو بلدياتي من شربين. وطبعا شربين لها معزه عندي لان طبعا بلدي وكده، وسعيد ان اسمها بيجي طبعا، وان شاء الله يبقى اسمها دايما كده من خلال محمد ياسر، ونشوفه طبعا في تقدم ويعني يتنقل كمان لانديه طبعا اكتر في الدوريات القويه، وقريبا يرجع لبيته النادي الاهلي. وقريبا يرجع لبيته في النادي الاهلي، بدل ما النادي الاهلي طبعا بيدعم لعيبه مثلا من افريقيا، من لا دول ولاد النادي ومتربين في النادي الاهلي وعارفين نظام النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، فده طبعا يعني حاجه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وقطاع الناشئين في النادي الاهلي. تمام.